الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق قد عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. احرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسم
بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن رب ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا مثل السوء
السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم.